المقاييس المعتمدة بالنسبة لأضواء العربات على مستوى اللون والقوة وأمكنة التثبيت بها للنواب المحترمين دريسو قمني، عبد عزيزة، حمد قريقش، توريا الشرقي، العربي مهيدي، الحسين الرحوية، بوشعيب جرموني، حسن الودي، عمر محيب، عمر الكردودي، أمين الإدريسي الإسماعيلي، ورابح إيناو من الفريق الحركي. فليتفضل أحد السائلين مشكورا. شكرا سيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمون. السيد الوزير، خلافا للتوجه الرامي للحد من حوادث السير، تعتبر الأضواء المثبتة في الجزء العلوي لبعض مقطورات السياقة بالنسبة للشاحنات الكبيرة وكذلك لبعض عربات نقل البضائع وحتى بعض السيارات الخفيفة أكبر مشكلة تواجه السيارات المقابلة وتتسبب في انعدام الرؤية لسائقيها حيث تطلق عليهم أضواء كاشفة قوية أثناء الليل، مما قد تترتب عنه عواقب وخيمة تتمثل في حوادث السير، إذ أن العديد من العربات التي تعبر الطرق الوطنية تتسبب في إزعاج العربات المقابلة لها بسبب الأضواء التي تنبعث منها ليلاً، حيث يلاحظ بأن هذه الأضواء سيد الوزير لا تخضع لمعايير معينة سواء على مستوى اللون أو القوة، والأخطر من هذا وذاك الأمكنة التي تثبت بها بالعربات. وشكرا سيد الرئيس. شكرا، الكلمة للسيد الوزير. سيد الرئيس، اسمحوا لي جوابا على هذا السؤال أن أتقدم بالمقاييس المعتمدة بخصوص أجهزة الإنارة، حيث أنه تحدد هذه المقاييس وتحدد خصائصها في القانون الجريمة العمل سواء على مستوى العدد أو على مستوى اللون والقوة وكذا أمكنة التثبيت. فقد جاء في قرار الوزير بشأن مراقبة السير والجولان وخاصة في 24 منه ما يلي، نلخص هذا القرار: يجب على السيارة أن تحمل في الأمام ضوئين يمينا ويسارا لتدليل على موقفها، في الخلف ضوء أحمر على اليسار يرى على مسافة 100 متر على الأقل. يجب كذلك على السيارة التي تتعدى سرعتها 30 كيلومتر في الساعة أن تكون مجهزة في الأمام بضوئين للطريق يضيء على مسافة 100 متر على الأقل، هما الفار، وبضوئين للتقابل يضيئان على مسافة 30 متر وهما الكود، وبالإنارة الصافحة الخلفية وبمصابيح ذات اللون البرتقالي إذا ما تعدى عرضها مترين. وتلكم هي المعايير المعمول بها، احيانا هذه المعايير لا تحترم، فعلى فرق المراقبه سواء اعوان المراقبه يعني الدرك او الامن ان يحرروا المحاضر الجاري بها العمل للامتثال الى هذا القرار الوزاري، او كذا في مرحله الفحص التقني في مراكز الفحص التقني اذا ما كان احد العربات لديها انارات غير ملائمه مع هذا القرار الوزاري الا و تقوم مراكز الفحص التقني بالإجراءات المعمول بها، تخبر الوزارة وترفض من تسليم يعني شهادة المراقبة، وبالتالي لا يمكن لتلك العربة أن تقوم ب يعني استعمال هذه السيارة على الطريق العمومية. وشكرا. شكرا، الكلمة لأحد النواب من الفريق الحركي في دقيقة وأربعة ثانية. شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم، اللي هو في الواقع تكلمتوا على القانون هو هذاك، ولكن السيد الوزير واش كتمشيو بالليل ولا لا؟ واش ما كتشوفوا شايت هذوك الكاميونات اللي كيعلقوا خمسه سبعه ديال لي بروجيكتور الفوق وتعطيوهم للمقابل ديالهم؟ هذا الا تهمنا الجدرميه والبوليس بالرشوه بانه كذا، ولكن لي كونترولور ديالكم السيد الوزير راه كيدوزوا عندهم حتى هما، راه كيدوزوا قدامهم هذوك اللي كيسميوهم بالعاميه سيرفيس دي مين، راه كيوقفوا هاد الكاميونات هادو ما عمرهم ما حيدوهم لهم. اليوم الا يمكن لك تمشي غير من هاد القنيطره غادي تصادف واحد العدد ديال الكاميونات اللي اكثر من هاد الشيء. كاين اللي عنده لي فار اللور كتبعهم اللور كيعطيك الفار،
احنا كنطلبوا منك السيد الوزير غير طبق القانون لا اقل ولا اكثر وشكرا. شكرا السيد الوزير. بضع ثواني 53 ثانيه. كنتكلموا هنا على بعض الناس اللي ما تيحترموش القانون. كنتكلموا على الناس اللي ما تيحترموش القانون واللي تيجهزوا العربات ديالهم والشاحنات ديالهم بوسائل ديال الاناره اللي هي غير قانونيه. الطريقه لتفادي هذه الامور هذه لما تنقولش بانه هذه الظاهره غير متواجده بتاتا، متواجده لانه مع الاسف بعض الناس لا تحترم القوانين والاجهزه ديال المراقبه تراقبهم وتحرر المحاضر سواء الفرق ديال المراقبه التابعه للوزاره لما هي شي كثيره. الاعوان ديال المراقبه اللي تابعين للوزاره ما تتعداوش واحد 60 او 70، اذن القوه ديال وزاره النقد في المراقبه يعني قليله، لكن فرق ديال الدرك كتقوم بهذه الامور ديال المراقبه، وكاين الاعوان والمراكز ديال الفحص التقني. لكن انا متفق معكم بان هذه الظاهره تيخصنا نوضعوا لها حد وغادي نجدوا ونعزوا وسائل المراقبه فيها. شكرا السيد الوزير.